شكله وهو نازل يخض. تمام. طب ده يتعمل ازاي؟ ما هو اقعد افكر، ده افكر في ان مثلا ده اول ظهوري بالنسبه لساحه المعركه، فعشان انزل انا بقى رحت نازل بطريقه حس نزلت رجلي اليمين دي طوالي، لا اليمين طوالي طال العربيه، لا رجل الشمال من العربيه واليمين، ورحت طالع طالعه لفوق، يعني الباب هو بالجنب كده العربيه كده كده، يعني نص رجليا طلعت وشخصيه راحت طالعه كده. ده أول مشهد ده ظهورك. اول مشهد زوري، فده طبعا لازم اعمل كده. فطبعا دي طلعت حركه كانه عباره عن يعني صاروخ شخصيه، ونزلت مفرود وماشي في وسط الضباط وقاعد اسالهم شويه اسئله. فده مشهد من المشاهد اللي يعتبر ما كانش فيه اقناع، مش الجمهور مش هيقتنع.